كاع تشرفونا بتواجدكم معنا اليوم. مرحبا بكم وسهلا وكاينكم معنا، حنا جايين من هنا انتوما انتوما كاملينكم هنا مسلمين عليكم ماصلينكم السلام رئيس الانصاب من عين والعين اللي جاكم هنا وقال عنكم عقاب وشاف حالتكم وقال عنه لكن قد عدى الحزن دور معدل وراعي قدرنا نعدل بعد الله جبناكم مرحبين بكم مسلمين عليكم راجلكم عندكم انا احفظكم وتراجعوا ان شاء الله كلاماتكم ان شاء الله تكونوا احسن حال. اليوم جايبينكم 500 سنه غذائيه لهذه المقاطعه اللي هي مقاطعه السبخه وندوروا نساعدوا بها فيها مواد غذائيه مختلفه نساعدوا بها هذه المواطنين اللي هم راهي من الدوله بجميع وسائلها متباركه ليل نهارا نشط في المياه حتى هي هذه الطرق ومعاليك الامور كامله اللي ان شاء الله تساعدكم على ترجع الحياه ان شاء الله طبيعيه بهاي المقاطعه. شاكر قالكم عني انا بعد جايتكم بس الحزب الانصاف بس رئيس الجمهوريه اللي واقف معاكم ونحن من الحزب واقفين معاكم وحاسين بكم ان شاء الله دور ان شاء الله وتنتصروا لها كامل اللي حاسين بكم. شاكركم موعدين على بركة الله وبلا خير عملية محمد بالخير مقاطعة هذه السبقة وراني معيدة معيدة هذه الطفلة اللي راعيني واقفة معاها على ذي المجازات اللي عدل 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 لنا دولتنا هذه عدلوا لنا هذا من اللي نحن مواطنين وفشة وجانا هذا نحن أنا مطار جاونا مولي نمشي للشديد في الخيمة يا واجعة قاعدة بلا برمان